السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في جديد على قناة صقراوي من سلسلة تفتيح باكات سوت اكس أو البدلة اللي بتتطور. معانا بدلة الحرية الفيديو ده، وما تقلقوش الفيديو النهاردة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مش هيطول وهيخلص بسرعة، نفس تخليصة رافينيا لماتش برشلونة والبايرن ميونخ. معلش يا جماعة مش قادر، بس ما تزعلوش، أنا آسف بجد، وإن شاء الله إن شاء الله مش هزعلكم نفس زعل توماس مولر بعد ماتش 4-1. النهاردة معانا بدلة الحرية اللي أنا بسميها بدلة الحرية، بس مش هي اسمها بدلة الحرية، هي البدلة شيك قوي بصراحة، شخصية شيك قوي 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 بجد، يعني شخصية جميلة قوي. هنفتح عليها إن شاء الله، وهدفنا إن البدلة دي فعلا إحنا نطورها، لازم تتطور، ما ينفعش، لازم تتطور، وهنشوف مراحل تطورها مع بعض. مش عارف بصراحة، بس هي قمر قوي، يعني الشخصية دي قمر قوي، دخلت قلبي. بصوا الجمال. النهاردة نفتح على حظ لاعبي فريق برشلونة إن شاء الله، أول 10 فتحات بحظ طبعا ملك اللعبة اللي سجل هاتريك رافينيا. يلا يا رافينيا، هتطلع لنا ايه يا رافينيا؟ طلع لنا، بص انت حتى لو مطلعتش اي حاجة مش مهم، كفاية الهاتريك. تاني واحد الواد اللي كان هربان من المدرسة دوت اللي بهدلهم، يميل يامال، نشوف هيطلع لنا ايه. يميل يامال برضو كفاية اللي هو عمله، وطلع لنا واحدة مسك، بس كفاية اللي هو عمله في الماتش. تالت واحدة بحظ ليفاندوسكي اللي هيجي لنا رقصة برضه، مش اشكال، نعمل اسكيب، حظ بدري يا جماعة، بهدلهم برضه يا جماعة. طب بحظ جافي اولمو فابين لوبيز. بص يا جماعة، فابين لوبيز وجماله جميل. حظ جميل. بحظ كوندي، الواد اللي انا حاسه ان هو هيكون خليفة قلب الاسد بيول، اللي هو كوبارسي هيطلع لنا ايه. طب بنما عسل يا بنما، عسل، رغم ان انا بطيقش اللي جابوك بس عسل برضه. رافينيا، ليفاندوسكي، جميل جمال، هنفتح بقى بحظنا كمشجع كتالوني، الا يطلع الحاجة الشنطة. طب حلو، طب يلا بقى كده بحظ بالدي مارتينيز، كان مارتينيز بيلعب، مارتينيز اللي ربنا يرجعه بالسلامة أراخو. اشتجن. اللي ربنا يرجعه بالسلامة فران توريس. اللي ربنا يرجعه بالسلامة جارسيا. اللي ربنا ينفخ في صورته تشيزني. يا ابن اللعيبة، والله يبقى ليك مستقبل يا ابني، هيبقى ليك مستقبل. جاب لي البدلة، بسم الله الرحمن الرحيم، جاب لي البدلة. تشيزني ده برضو عالمي. طب بصوا، هنفتح بفتحة كل اللعيبة اللي انا افتكرهم في برشلونة، ونخش نطور البدلة ونقفل، عشان انا وعدتكم ان انا مش هطول الماتش، وهخلصه بسرعة زي ما رافينيا خلص على البايرن بسرعة. اول فتحة بحظ بنيا
بنيا بنيا ماشي. بلدي بلدي مارتينيز. لا مارتينيز كان مارتينيز جامد يا جدعان. كوبارسي كوبارسي ده كده محتاج يتدرب كتير. كوندي احنا ما فتحناش بحظ كاسادو خالص، رغم ان كاسادو بصراحة بهدل برضو البايرن جامد. كاسادو كاسادو تاني عشان احنا ظلمناه في الفيديو ده. بدري اللي هربان من المدرسة يا مال. فيرمين فيرمين لوبيز يعني. رافينيا ليفا فاتي باو فيكتور اولمو فرانكي ديون تشيزني اروخو ترشتجن إريك غارسيا فران توريس خلينا نشوف بقى ايه كده نقدر نطورها لحد ايه. بس الاول كده عايزين نطور اللي هي البدلة بتاعتنا الموكوم، بس لسه دي احنا ممكن نطورها ليفل 2. ليفل 3 صعبة قوي، فاحنا هنرجع تاني لبدلة العروسة. سكيب بقى ايه هنفتح كده بسرعة. تالي كفاية كده كفاية كده قولنا كده نقول اشتري 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 لحد ما يقولي ما ينفعش. دي ارخص تصدقوا، بس كده خلاص خلاص قالي ما ينفعش تاني. نرجع تاني نشوف البدلة بتاعتي. يلا بصوا بقى معايا كام واحدة. بس هو كل حاجة بتطول، ديلها بيطول يعني، ده كمه وديل والتاني ديل. بس نرجع تاني يا عم. نعمل اسكيب افتح بحبين كمان بسرعة 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 كده بسرعة عشان بس وقت الفيديو. قررنا ان احنا مش هنزعلكوا زي ما توماس مولر زعل، وهنخلص بسرعة الفيديو زي ما رافينيا خلصت. مش حتى لو جبنا بزيادة مهم صح، مش هنجيب بزيادة يعني، هنخلص الفلوس كلها. يلا مش كده بقى نطلع عنا عشان نجيب فلوس تاني. بسرعة 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 كفاية كده كفاية كده. نشوف مثلا ايه هنا اشتري جماعة. والله غالية قوي غالية قوي بجد. ايه ده ايه ده بصراحة غالية قوي. ليفاندوسكي بس مكمو دي اتملت كده الحمد لله. خلصنا دي لسه برضو برضو لسه برضو لسه. طب ايه من خلال الفيديو اللي جاي؟ لا يلا يلا خلصها خلصها يا كمان. عايزين نخلص عايزين كده نخلص الدنيا كده. هل كم 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 عاش عاش عاش
انا برضو مخلص البدلة دي كمان. عاش. يلا 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 يلا. حلو 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 حلو. يلا يلا خلاص برضو. خلينا نشوف كده ايه بقى معانا. 421 يا ترى نقدر نكملهم. نقدر تكملهم للـ500؟ مش عارف. اشتري؟ لأ اضطر نشتري تاني. ده ما صعب اوي بجد والله العظيم. ورخمة اوي يعني. رخمة اوي بجد. رخمة اوي موضوع الذهب ده. تاني 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 تاني. احنا قررنا خلاص ان هنطور البدلة ليفل ماكس. يعني هنطورها ليفل ماكس. ماشي. دي الحرية. بس بقى معايا كام بدلة اكس. يلا بس كده خلاص خلصت. بس هو كل شوية الشراشيب بتزيد والله العظيم. كل شوية الشراشيب بتزيد يا جماعة. المهم كده بقى معانا بدلتين اكس الحمد لله. وكده نهاية الفيديو. اتمنى يا رب يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.